مساء الخير مشاهدينا، أرحب بكم في هذا اللقاء الخاص مع الفنان العربي الكبير عبد الوهاب دوكالي. مساء الخير. كانت علاقة فنية، كنا كنتلاقاو في حفلات عديدة، فهذه ذكرى عربية، خاصة تكون ذكرى عربية تكون يحتفل بها جميع الناس. أنا كنعرف الجزائر قبل ربما تخلق ماماك. ربما بالفعل، لكن يبقى أكيد ربما مشكل الحدود وكأنه عائق. كان هو عنده واحد طبع شيئا ما حدودي، كان هو ما كيتكلمش كثير. كنا متواجدين هنا قبل الاستقلال، كنا منطقنا بأنه العشرات أو المئات ديال الأشياء تخترعت. مرت للحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلم ما دام الحب.